بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني مثلكم أيضا قد اشتقت للعودة للدروس المنهجية، كي يعني نستمر في الخط الذي شرعنا فيه. لكن في الحقيقة الواقع يفرض علينا قضايا معينة لابد من تناولها في هذه الظروف التي نمر بها الآن، فأستميحكم عذرا أننا سنؤجل قليلا إن شاء الله تعالى الدروس المنهجية إلى أن نغطي القضايا التي لابد من تناولها في هذا الوقت، خاصة مثلا قضية مثل الفرق بين الدولة الدينية أو الثيوقراطية أو المدنية من جهة، وبين الدولة الإسلامية، لأن هذه من المحاور المهمة جدا والتي يحصل فيها خلط شديد جدا في هذه الأيام. مثلا قضية العلمانية، وما موقف الإسلام من العلمانية، وما هي العلمانية، وكيف تقولون إن العلمانية دين أرضي مضاد لدين الإسلام. قضية الليبرالية، ما معنى الليبرالية، وهكذا. هناك توجد قضايا معظمها يمت إلى الفكر المعاصر، وهذا وقتها في الحقيقة. فمراعاة لمقتضى الحال سنحاول أن نغطي في خلال الدروس الثلاثة، الأحد والخميس والسبت إن شاء الله تعالى، هذه القضايا إلى أن نفرغ منها بإذن الله تعالى. لكن هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتعرض أيضا لواحدة من هذه القضايا، وهي قضية مهمة سبق أن تناولناها، لكننا نحتاج إلى أن نجدد بها عهدا لأهميتها العظمى، وهي قضية الهوية الإسلامية. فالهوية هي حقيقة الشيء أو حقيقة الشخص الذي تميزه عن غيره. فالهوية هي ماهية هذا الإنسان، هي أيضا ما يوصف به هذا الإنسان من صفات عقلية وجسمية وخلقية ونفسية، هي ما يعرف به. إذا ذكرت فلان فإنك تستحضر صورة كاملة لكل ملامحه الظاهرة والباطنة أو النفسية ويعني الجسدية. والهوية هي مصدر صناعي من كلمة هو. هنا نتذكر حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها، حينما حكت قصة معينة حينما كانت صغيرة، تقول رضي الله عنها: كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه، كان يحبانها وهي صغيرة أكثر من ابنهما. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي وعمي مغلسين، والغلس هو ما تبقى من ظلام الليل، فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. يعني أبوها وعمها ذهب لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتثبت من صفاته الواردة في التوراة، وأنه نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فذهب مغلسين في آخر الليل وعاد مع غروب الشمس، يعني قضى النهار بكامله خارج البيت. فأتيا كاللين ساقطين يمشيان الهوينا من شدة الإرهاق والتعب، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي، جالسين هما لوحدهم ما فيش حد معهم، يعني بيتكلموا بصراحة. فتقول صفية: سمعت أبي عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو محمد عليه الصلاة والسلام المذكور في التوراة؟ أهو هو؟ قال: نعم والله أهو هو، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. أهو هو؟
يعني أهو النبي الذي أخبرتنا به التوراة؟ قال نعم والله. قال عمي أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك؟ فأجاب عداوته والله ما بقيت، حسدا ويعني عدوى. فسنقف عن كلمة أهو، هو هذه هي الهوية، الصفات كلها المذكورة بشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه الموصوف في التوراة. نعود إلى معنى الهوية. الهوية هي المفهوم الذي يكونه الفرد عن فكره وسلوكه، اللذين يصدران عنه من حيث مرجعهما الاعتقادي والاجتماعي. فالهوية تميز الفرد وتجعل له طابعه الخاص. فالهوية بعبارة أخرى هي تعريف الإنسان نفسه فكرا وثقافة وأسلوب حياة. مثلا إذا قال الإنسان أنا مسلم، يبقى هويته إسلامية. ثم إذا زاد، لأن هناك مسلم ملتزم بالإسلام ومسلم مفرط مقصر، لكن كلاهما مسلم، لكن حينما أو هناك مسلم سني ومسلم مبتدع. فكلما زدت وضوحا لمنهجك وخطتك في الحياة، كلما ازدادت تميز هويتك عن غيرها. حينما تقول أنا مسلم يصل رسالة معينة، لكن حينما تقول منهجي الإسلام، أو تزيد الأمر دقة فتقول أنا مؤمن ملتزم بالإسلام من أهل السنة والجماعة. كما أن للفرد هوية، كذلك للمجتمع وللأمة هوية مستقلة تتميز بها عن غيرها. بدون الهوية تصبح الأمم متشابهة كالأسماك في المياه. وكلما توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع الذي يعيش فيه، كلما تعمق إحساسه بالانتماء لهذا المجتمع واعتزازه به وانتصاره له. أما إذا تصادمت هويته الفردية مع المجتمع الذي يعيش فيه، فهنا تنشأ أزمة الاغتراب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وفي بعض الروايات وصف الغرباء بأنهم أناس قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الانتماء الوجداني العاطفي والانتساب إلى الهوية ينبع من إرادة النفس، يعني هي غير قابلة للإجبار أو الإكراه، لأنها بتنبع من الداخل. الانتماء الوجداني والعاطفي ينبع من داخل الإنسان، فالنفس قابلة لهذا الانتماء، راضية عنه، معتزة به. وهذا الانتماء هو الزمام الذي يملك النفس ويحدد أهداف صاحب الهوية ويرتب أولوياته في الحياة، فتنصبغ النفس به وتندمج فيه وتنتصر له وتوالي وتعادي فيه. مع نفش الانتساب، لأنك لابد ما دمت تمسكت بهوية معينة، هي تكون نابعة من داخلك، من داخلك أنت معجون بهذه الهوية، معتز بها، فخور بها، توالي وتعادي في سبيلها. وفي نفس الوقت بتتبرأ من أي هوية مزاحمة أو مضادة لهذه الهوية. فهذا البناء، التفاعل النفسي بسبب الانتماء للهوية، ينتج عنه بناء حواجز نفسية بين الشخص وبين من يخالفونه الهوية. والهوية لها علاقة أساسية بمعتقدات الفرد ومسلماته الفكرية. عند تعدد البدائل، فالإنسان حينما يختار من هذه البدائل شيئا محددا أو اتجاها محددا، فما هو الموجه الذي يوجهه الاختيار، أو البصلة التي تحدد له الاختيار؟ هي الهوية، هي التي توجه اختياره عند تعدد البدائل، وهي التي تقوم بتهديف سلوكه، ما الذي يريده من الحياة، ما هي أهدافه من الحياة، بحيث تجعله ذا معنى وغاية، كما أنها تؤثر تأثيرا بليغا في تحديد سمات شخصيته وإضفاء صفة الثبات والاستقرار والوحدة على هذه الشخصية، فلا يكون إمعة ولا منافقة ولا ذا وجهين. وبالنسبة للمجتمع، فإن هوية المجتمع ككل تصبح هي الواحة النفسية التي يلوذ بها أفراد المجتمع
والحصن الذي يتحصنون بداخله، والنسيج الضام أو المادة اللاصقة التي تربط بين لبناته، والتي إذا فقدت تشتت المجتمع وتنازعته التناقضات. إذا سألنا ما هي أهم مقومات الهوية أو ما هي أركان بناء الهوية، أهم أركان الهوية على الإطلاق هي العقيدة، ثم التاريخ واللغة. طبعا هناك أخرى لكن هذه أهم الأركان على الإطلاق، العقيدة أولا ثم التاريخ الواحد ثم اللغة. فإذا تكلمنا عن الهوية الإسلامية نجد أنها مستوفية لكل مقومات الهوية الذاتية المستقلة، بحيث تستغني تماما عن أي لقاح أجنبي عنها. الهوية الإسلامية غير محتاجة، قائمة بذاتها، قائمة بذاتها، وتستوفي جميع الأركان ولا تحتاج لأي لقاح أجنبي أو غريب عنها. فهي هوية خصبة تنبثق عن عقيدة صحيحة وأصول ثابتة رصينة، تجمع وتوحد تحت لوائها جميع المنتمين إليها، وتملك رصيدا تاريخيا عملاقا لا تملكه أمة من الأمم، وتتكلم لغة عربية واحدة، وتشغل بقعة جغرافية متصلة ومتشابكة وممتدة، وتحيا لهدف واحد هو إعلاء كلمة الله وتعبيد العباد لربهم وتحريرهم من عبودية الأنداد. فإذا هويتنا في الأساس هي عقيدتنا. فأول ركن أو الهوية الإسلامية في المقام الأول هي انتماء للعقيدة، يترجم ظاهرا في مظاهر دالة على الولاء لهذه العقيدة والالتزام بمقتضياتها. فالعقيدة الإسلامية التوحيدية هي أهم الثوابت في هوية المسلم وشخصيته، وهي أشرف وأعلى وأسمى هوية يمكن أن يتصف بها إنسان. في أحد المجالس ابتليت بمجالسة شخص ملحد يساري، فكان يضرب في أثناء كلامه، قال يعني في سياق الكلام على اليهود أن اليهود يقولون إنهم شعب الله المختار، ونحن أي المسلمين نقول إننا خير أمة أخرجت للناس. فطبعا كان الرد، مع أني لم أعط فرصة للرد، لكن الرد كان ينبغي أن يكون خيرية اليهود أو أفضلية اليهود على العالمين كانت على عالمي زمانهم ولم تكن على الإطلاق. ثم إن هذه الخيرية في أمة في أتباع موسى عليه السلام هي طالما تمسكوا بالإسلام وبالتوحيد وبدين الإسلام الذي جاء به موسى وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى، وليس التوراة يعني المحرفة. أما أفضل الأمم على الإطلاق فهي الأمة المحمدية صلى الله على نبيها وسلم، ليس بالصورة التي يعني آل إليها الانتماء في الملة اليهودية. اليهود صاروا بسبب انحرافهم عن رسالة الإسلام إلى أمة عنصرية عصبية، فعندهم الإله هو إله بني إسرائيل أو إله بيت إسرائيل، وهم يزعمون تفوقهم كجنس بني إسرائيل على سائر الأجناس. فإذا هي هوية عنصرية. أما كون أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة خرجت الناس، فهذا مبني على مؤهلات، مش مجرد الانتساب للإسلام يكفي، وإنما لابد من توفر مؤهلات، والباب مفتوح لكل بني البشر، بل هم جميعا مدعوون إلى الدخول تحت لواء هذه الهوية. فالانتساب لهوية الإسلام هو أشرف وأعلى وأسمى هوية يمكن أن يتصف بها إنسان. فهي أي الهوية الإسلامية هي عبارة عن انتماء إلى أكمل دين وأشرف كتاب أنزل على أشرف رسول صلى الله عليه وسلم، إلى أشرف أمة بأشرف لغة بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض في أشرف شهور السنة في أشرف لياليه وهي ليلة القدر بأشرف شريعة وأقوم هدي. لذلك مدح القرآن الكريم
وعظم هذه الهوية الإسلامية حين قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى أيضا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن لسنا منطقة الشرق الأوسط لكننا منطقة الأمة الوسط. قال عز وجل في شرف هذه الهوية: كنتم، يعني أنتم، كنت هنا معنا أنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم ذكر حيثيات ومؤهلات هذه الخيرية حينما قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما اليهود فأمة عنصرية تؤمن بتفوق الجنس الإسرائيلي ويصفون الله تعالى بأنه إله إسرائيل. أما الأمم الأخرى فهم الجويم أو الأميين، خلقوا لخدمة اليهود، ولذلك لا نجد في اليهودية نشاطا تبشيريا كما نجد في النصرانية مثلا. لماذا؟ بعض الناس تهكم على ذلك، قال إنهم لشدة بخلهم يخافون أن يشاركهم آخرون في دخول الجنة. فالمؤمنون الصادقون هم خير أمة أخرجت للناس. طبعا هذه المفاهيم الآن في هذا العصر بالذات، الآن إحنا هنبدأ نواجه مشاكل ما بعد الحرية، ما بعد الثورة، وأخطر المشاكل هي قضية اهتزاز الهوية. إحنا لسه طالعين من فتنة كبيرة جدا وإرهاب خطير، وهو ما حدث عقب حادثة الكنيسة، إخافة الناس بالانتماء للإسلام، التنازل عن صلب العقيدة حينما رفع الناس الصلبان والعياذ بالله، وخوفوا الناس، وصار في داخل بلاد المسلمين نفس الظاهرة تسمى بالإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام أو خواف الإسلام، زرعت للأسف الشديد في قلوب كثير من الناس. العجيب أننا بعد الثورة حتى اليوم لم نحرر أنفسنا من هذا الخوف وهذا الرهاب المرضي الغير مبرر وغير منطقي في داخل الناس حتى الآن، لدرجة بعض الناس تقول: لا ده حسن مبارك ما مشاش، ده لسه رجع لنا تاني، ده غاب شوية هرجع تاني، أو أقول لك الكاميرا الخفية لسه موجودة وتراقب الناس دلوقتي عشان تشوف كذا، يعني إيه، لسه الناس مش قادرة تستمتع بالحرية. زي ما قلت لكم في الرواية الأمريكية بتاعت شوشانك ريديمشن، الراجل اللي قاعد 50 سنة في السجن وطلع لم يتحمل الحرية، لم يستطع أن يتكيف مع حياة الحرية فانتحر في النهاية. فيعني الناس لسه يعني هم الثوار حررونا من الطغيان، لكن آثار الطغيان مش بس 30 سنة، دي لمدة 60 سنة من عهد عبد الناصر والسادات، ثم هذا الأخير مش عايز أقول اسمه، كارهين اسمه الحقيقة، ده الواحد مجرد بيمر على الخاطر ما بيطيق انه مجرد بس يفتكره. فهذا الوضع الحقيقة تغلغل في نفوسنا، احنا كنا كلنا بنتنفس هواء مسموما. فالانحرافات الفكرية التي غرست أجسام غريبة وأفكار مضادة لديننا وعقيدتنا وهويتنا، والخوف من أن نصرخ بانتمائنا الإسلامي ونتحدى العالم أجمع، لازال للأسف الشديد لم نتحرر منه، وهنحتاج جهدا جهيدا لنتعود على تنفس الهواء النقي بدل ذلك الهواء المسموم. نحتاج جهدا جهيدا لإصلاح، وذلك الشباب، إحنا لا ندين الشباب، الشباب اللي هم خايفين من إسلامهم وخايفين من دينهم وخايفين من انتمائهم وراضين بالتمييع الغير مبرر، هم لا أقول معذورون طبعا لأنه عاقل ومكلف أمام الله سبحانه وتعالى مسؤول، لكن هو ضحية للإعلام وضحية لمناهج التعليم. نسيتم أحمد فتح سرور الذي كنا نسميه فاتح الشرور حينما بدأ مؤامرة تطوير التعليم في مصر، ثم كوفئ بأنه تصدر في البرلمان. نسيتم أعداء الإسلام في مصر وهو حسين كامل بهاء الدين، نسيتم هذا،
اللي حلف في يوم من الأيام قال سيبولي أنا التطرف اللي هو الإسلام يعني، سيبولي أنا التطرف وسأخرج لكم الطالب من الجامعة لا يفرق بين المسلم والمسيحي على حد تعبيره. وهذا الذي كان، فالشباب ده ضحية، ضحية مؤامرة طويلة جدا، منهج تعليمي فاسد مليء بالسموم والمعاداة للإسلام وبث الخوف من الإسلام وتمييع قضايا التوحيد وقضايا العقيدة وتعليم وإعلام، أهم سلاحين دمرها. فلذلك الشباب مسكين، إحنا الأمل في الله سبحانه وتعالى هو في رصيد الفطرة، لأن فطرة الإنسان كل مولود يولد على الفطرة. وقال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، الاستعداد للإسلام بتعبير أدق. فما بالك بشباب يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الناس اللي بتهرج دي وتقول اللي سرقة الموجة والركوب على الموجة، موجة إيه اللي بتكلموا عليه؟ موجة إيه؟ لما إحنا المسلمين 80 مليون مسلم نجهر بعقيدتنا ونعتز بانتمائنا وبهوتنا، هوياتنا، تقولوا بتسرقوا الموجة؟ السرقة دي الحرامي اللي داخل أجنبي من البيت، لكن صاحب البيت يتقال عليه يسرق بيته؟ نسرق مين؟ والناس اللي بتقول لك موجة يعني، لا يعني لا ينبغي التسامح مع هذه التعبيرات، لأن احنا مش موجة، ولا الشيء اللي بيركب الموجة، اللي بيركب الموجة ده الزبد والرذاذ، فقاعات هوائية. أما نحن فنحن البحر، نحن أهل الإسلام، نحن البحر في الحقيقة. دي الموجة دي بقى الزوائد النتوءات، أما نحن فأمة الإسلام وأهل لا إله إلا الله هم البحر. فلا أتين أحد و يعني يحاول بنفس المنطق القديم بتاع الطغيان السابق، نفس المنطق ونفس الإرهاب ونفس الأقلام المسمومة. الدولة الدينية، وهيبقى زي إيران، إيران دولة ثيوقراطية ليست دولة إسلامية إطلاقا. نظرية الحكم في إيران هو ده نموذج لدولة ثيوقراطية، زي الفاتيكان دولة ثيوقراطية، زي الدول في أوروبا في العصور الوسطى المظلمة عندهم، وكل عصورية مظلمة دي دولة ثيوقراطية، اللي هي التي تعتقد بأن الحاكم ظل الله في الأرض وله الحق الإلهي في الحكم على الناس ومحاسبتهم إلى آخره، كما سنشرح إن شاء الله تعالى بالتفصيل. أما الدولة الإسلامية، أين عقولكم؟ أين الإسلام؟ حكم الإسلام من الدولة الثيوقراطية الدينية كما تزعمون. هو إحنا بنتكلم على خيال؟ هل إحنا بنتكلم على نظريات أم أننا نتعامل مع واقع تاريخي امتد لقرون طويلة جدا، وهي أزهل عصور التي رأتها البشرية في الأندلس أو في الخلافة الإسلامية؟ إذا قامت دولة وكانت أقوى دولة في الوجود وحملت راية الإسلام في العالم، فنحن نتكلم على واقع، وواقع شهد المنصفون وغير المنصفين، حتى المتعصبون شهدوا بمدى التسامح، العدل، النور الذي نشره المسلمون في آفاق الدنيا. ده تاريخ يعني، مش كلام إحنا بنقول لسه نظرية جديدة وبندعو الناس إليها، لكن أنتم ضحايا هذا التشويه، سواء رجال الإعلام أو الشباب اللي هو أبناؤنا وإخواننا، وهم منا ونحن منهم، لكنهم جاهلون بدينهم. ولذلك هذه مهمة الدعاء الآن، نحن في حرب أو في جهاد الكلمة وجهاد التوضيح وجهاد التبيين، حتى يعودوا إلى هويتهم الإسلامية وينصروا دينهم. يعني التنازل يعني كبير جدا في مسألة إعطاء الدين أجازة، إعطاء الدين أجازة. ليه؟ لأن هو ده نفس تفكير النمط بتاع اللي زرعوا فينا حسن هذا الطاغية الذي فعلا أعز الله اليهود بنتنياهو وغيره، وأعز النصارى بشنودة وبنديكت، وأذل المسلمين به. ما رأينا منه إلا الذل والهوان والقهر وإطفاء نور الدعوة ليل نهار، والإخلاص الشديد جدا لأعداء الله وأعداء المسلمين. فيعني فأنتم ضحايا هذا القهر، ما زلتم تفكرون بنفس الطريقة. تحرروا وابدأوا اسمعوا من الدعاة ومن العلماء، وتعرفوا على هذا الكنز الثمين الذي شرفكم الله وأكرمكم به. أصبح التدين هو عبارة عن إيه؟ تدين دولة دينية، زي ما تقول إذاعة لندن، الأحكام الشريعة الإسلامية الصارمة، رسالة غير مباشرة تستقر في اللاوعي عند الناس ويخافوا من الدين. الإسلام ده التشدد، إسلام الإرهاب، إسلام التطرف، الإسلام متعطش لإراقة دماء الناس،
إقامة الشريعة. يبقى عايزين يقطعوا أيدين الناس والجلد والرجم، كأن الإنسان متعطش، ما يفقهون شيئا في الإسلام ويقولون هذا التشنعات. هؤلاء هم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، لا يريدون الناس أن يروها في صورتها المستقيمة دينا قيما ملة إبراهيم حنيف، لكنهم يريدون أن يصوروه عوجا، إنه مشوه، يشوهون الدين ليصدوا الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الشباب معذورون، هم منا ونحن منهم، لكنهم ضحية هذا المنهج الإجرامي الذي جعل شباب الإسلام يخافون من الانتساب إلى دينهم، جعلهم يرهبون أن الشريعة الإسلامية تسود. هذا قمة الجهل، بالعكس تماما. الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دين الرحمة، دين التسامح، دين العدالة. حتى يعني غير المسلمين وبالذات الأقباط، هم لو فقهوا وتخلوا عن العصبية لا كانوا أول المنادين بتطبيق الشريعة الإسلامية، ومنهم طبعا من يفعل ذلك، لأن حقهم في الإسلام معظم جدا، حق أهل الذمة واحترام العهود معهم وإعطائهم حقوقهم، هذا أمر وصل إلى حد أن من المؤرخين الغربيين من قال إن المسلمون ضيعوا أنفسهم الذين تسببوا في ضياع الأندلس بسبب القدر العظيم جدا من التسامح الذي أبدوه مع يعني النصارى. اليهود لما طردوا مع المسلمين من الأندلس أين ذهبوا؟ لم يجدوا مأوى إلا في بلاد المغرب، ودي بقاياهم موجودة في المغرب وإلا في تركيا. فيعني هذا حديث محتاجين احنا نعيد النظر في هذا التاريخ، ان نبعثه من جديد، نذكر الناس به، لان فعلا الاسلام رحمه للعالمين، يعني بصوره يعرفها كل من يفقه في هذا يعني التاريخ. احنا في كل الاحوال باذن الله تعالى، ان شاء الله تعالى، لا شك مناخ الحريه يفيد المسلمين جدا، الحريه، الاستقرار، الهدوء، لأن هذا يعين على إعمال العقل والتفكر، فهذا إن شاء الله يكون مفتاحا لدخول الناس في دين الله أفواجا، وعودة شبابنا الذي كان ضحية للإعلام وللتعليم المسموم، الذي كان كل همه أن بملقاط يشيل أي حاجة فيها رائحة الإسلام. آخر إنجازات ابن زكي بدر، آخر إنجازاته كانت إيه؟ التفتيش عن أسماء المدارس الإسلامية في جميع أنحاء الجمهورية وإلغاء الأسماء الإسلامية للمدارس، وهذا حصل من قبل، حمزة ابن عبد المطلب، مش عارف كذا أو كذا، أي اسم إسلامي، ده كان آخر شيء أوشك أن ينفذه، ثم أتاه قضاء الله وقدره. فيعني إحنا حربنا حربا شديدة وليس فيها أي نوع من الإنصاف، نحن علينا من التمييز العنصري بسبب الدين في بلادنا التي هي وطن الإسلام وبلاد الإسلام وأهلها مسلمون، علينا أشد أنواع التمييز والقهر، فلا يزايدن أحد علينا ويجي يقول ركوب الموجة والناس اللي عايز تسرق، تسرق إيه؟ في حد بيسرق بيته؟ هذا بيتنا، هذا ديننا، هذه أمتنا، هذا شبابنا. لكن الألم المؤلم جدا أن بعض الشباب كان وقع ضحية، كثير من الإعلاميين المأجورين ما زالوا إلى اليوم ينفثون سمومهم ويفكرون بنفس العقلية المريضة بتاعت عصر الاضطهاد الإسلامي، في اضطهاد الإسلام في مصر، ما زال نفس الطريقة، التخويف المتدينين دول لو مسكوا هيعملوا كذا في الناس، هيقطعوا إيد الناس، الشريعة الإسلامية لا، دي حاجة تخوف، ما فيش فرق بين استبداد السلطة الدينية والسلطة الفرعونية. فيسبون يعني واحدة بلغني أن أحد الإخوة، واحدة اسمها منى مكرم عبيد، يظهر عاملة حوار مع حد، فالأخ بيحكي لي إن واحد من يعني أحد القادة الحركيين الإسلاميين بتناقشه، فبتقول له الناس بتقول الإسلام هو الحل، وطبعا هو مش الحل، قاتلها الله وأذلها، تقول لك طبعا الإسلام مش هو الحل، قاتلها الله، طبعا هو الإسلام في نظرها مشكلة مش حل ولا حاجة، هي مش عايز أقول كده، بس ده هي تبغض الإسلام وتكره الإسلام. فواحد زيت يعني فيش احترام لعقيدة الأمة التي يقتاتون رزقهم من أموالها، فيش احترام لعقيدة الإسلام لما واحد زي تجهر وتقول وطبعا الإسلام مش هو الحل. فيعني الحقيقة ما زال الإعلام، لأن يعني بقايا وفلول الإجرام السابق تظل تنكد علينا وتنغص علينا حياتنا، ولكن إذا حصل فعلا مناخ حقيقي للحرية هي مسألة وقت،
إن شاء الله كل شيء بإذن الله سينقلب إلى الأصلح. فأما الزبد فهذا بشفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أعتقد أن الواقع الذي عشناه هو أكبر مصداق لهذه الآية الكريمة، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب شفاء. الرغاوي والفقاقيع الهوائية والأحزاب الكرتونية عند الامتحان يكرم الحزب أو يهان، هنشوف بقى حجمهم لو في لو ما فيش تزوير، لو ما فيش تزوير هم دلوقتي بيجعجعوا لأنهم يملكون بقايا الأبواق الإعلامية، وكان أولى بهم أن يحتجبوا حياء وخجلا مما فعلوه سواء مع الثورة أو قبل رحيل هذا النظام. لكن عما قريب يعني سوف تدري إذا انجلى الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار. لكن ما يكونش فيه تزوير، لو فعلا ما فيش تزوير فنحن نتحداهم بصناديق الاقتراع، نتحداهم وكل واحد يأخذ حجمه. أنا خرجت عن الموضوع الحقيقة، لكن الذي قادني إلى هذا أن الشباب ده هو مننا، هذا منا ونحن منه، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما تلوث به هو من أثر عهد الظلم والقهر والطغيان والمحاربة. الإسلام في أعز ما لدينا، حتى في العقيدة، في أحكام شريعتنا، تسميم الأبار المعرفية، تسميم مناهج التعليم. مسألة بوصلة السنة اللي فاتت، الكتاب كان أيام فتح السور لما بدأ موضوع تطوير التعليم، الكتاب السنة اللي قبلها محمد وعلي اشتريا كراستين وكل كراسة بكذا، فقيمة المجموع كام؟ يحولوها الثانية جرجس ومينا اشتريا كراسة، نفس المسألة. حتى في دي مسألة من المسائل، مسجد فيه ثلاثة مكون من ثلاثة طوابق، في كل طابق فيه مثلا 30 اسطوانة، ما مجموع الاسطوانات؟ مسجد وفي مبنى، في المرة الثانية مبنى مش مسجد. يعني إلى هذا الحد بالملقاط بيشيلوا أي شيء له علاقة بالإسلام. أكبر ما يجب فتحه الآن هو العبث الذي حصل في مناهج التعليم. لماذا؟ لأن مناهج التعليم هي صناعة العقول، صناعة الهوية والانتماء. الجريمة التاريخية التي فيها أشد عدوان على الإسلام، التطبيع مع الفراعنة والفرعنة، نفخ الناس بأن أنتوا الفراعنة ونفخر بالفراعنة، الفراعنة الوثنيون، الفراعنة المشركون، الفراعنة عباد الملوك. فلماذا؟ لقطع صلتنا بالإسلام، وتعدي على الناس عادي جدا، ويوم ما يمدحوا نفسهم بقى في المباريات يقولك الفراعنة عملوا. فدي جريمة كبيرة جدا، لأن هذا طمس لمعالم الهوية. نحن نكره الفراعنة ونكره من يحب الفراعنة ونكره طغيان الفراعنة واستعبادهم لأمتنا. فهذا ما سنبين إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام. إذن المؤمنون الصادقون هم خير أمة أخرجت للناس. المفاهيم دي إحنا محتاجينها جدا الآن، نعيد التعرف على أنفسنا بحرية بقى، في جو الحرية نعيد التعرف، اكتشاف ما في داخلنا بقى فيه بالعقل. يعني ينفع دلوقتي دولة زي أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، ينفع تيجي مثلا ولاية ميتشيغان ولا فلوريدا ولا تكساس ولا نيويورك بس تروح قايله كده ايه لا احنا مش عايزين، وكل واحده تبقى تتفتت وتبقى ولايه، وبعدين الولايه نفسها تتفتت وتبقى مدن. هم لا يرضون لانفسهم ذلك، بالعكس كلهم يتكتلون، الاتحاد الاوروبي يتكتل، امريكا تتكتل في وحدتها، لكن احنا مزقنا مثل الجبن الرومي او زي الاناء الفخار الذي يكسر ولا يلتحم من جديد ولا يعجن من جديد. يعني غرسوا بيننا العداوة، حتى الكرة استثمرت من الفنانين الكذابين الممثلين، هو شغلته ممثل، يتصل من غرفة في جنب الاستوديو ويقول لا في الشارع في السودان، وأنا طب استنى اقطع الخط عشان جايين يهجموا علينا، وهو يتضح أنه موجود في مصر مش في السودان. من أجل إيه؟ من أجل إثارة الأحقاد. شعب الجزائر الناس نسيت اليهود وأصبح جزائريين الذين يريدون أن يفترسونه، صور إخواننا المسلمون أنهم عبارة عن وحوش، واختزلت الأمة كلها في كرة تركلها يعني الأقدام. مأساة، عبث بعقول الناس مش بعبث بالكرة، عقولنا إحنا اللي كانوا بيلعبوا بها بأقدامهم. فأمة مثل الأمة الجزائرية يعني المجاهدة، الأمة التي خرج منها ابن باديس، بلد المليون شهيد، يعني يأتي بعض الرقعاء ويقول بلد المليون كذا وكذا بألفاظ ساقطة إجرامية،
هل هذا هي دي اللي ربطها بين المسلمين عشان الولاء والبراء في الكرة، وتحاربوننا إذا قلنا الولاء والبراء في العقيدة؟ الألم كثيرة، وإحنا يمكن لو قعدنا سنين نتكلم سيضيع الزمان في التأسي على ما مضى. قلنا أنه يجب أيضا أن تكون عيوننا دائما إلى المستقبل، وأن مهم أن إحنا نثور على أنفسنا، نحن محتاجين إلى ثورة على أنفسنا، ونصحح آثار والبصمات التي تركها هذا النظام الإجرامي في داخل كل منا، النظام الذي زرع في داخل كل واحد مخبر يتحرك داخله، النظام الذي أخافنا من الانتماء إلى ديننا وإلى عقيدتنا، كما سنرى في هذا البحث عن يعني الهوية. أنا كنت بقول على موضوع تقسيم أمريكا وكذا، بقى بالعقل كذا ينفع الأمة الإسلامية؟ الأمة الإسلامية، تخيل أنت لو أن هناك الولايات المتحدة الإسلامية من أول بقى شرق آسيا وماليزيا، وخد بقى باكستان وأفغانستان وبنغلاديش، خد كده كله إلى المحيط الأطلسي، أمة يعني العرب خمس المسلمين في العالم، كل العرب هم خمس تعداد الأمة الإسلامية. تخيل بقى ما هي الثروات الطبيعية التي والموارد اللي في الأمة الإسلامية، الإمكانات البشرية، قطعا إذا وقفت على يعني ونهضت الأمة الإسلامية، إذا توحدت ونهضت كل مقومات الكيان الدولة العظمى الوحيدة، حتفوق أمريكا وروسيا وجميع هذه الدول المعروفة. فدي مصر وحدها، مصر بس بإمكانياتها وتاريخها وعقول أبنائها والرزق الوفير الذي فيها الذي كان يسرق، مؤهلة إذا تمسكت بالإسلام أن تصبح أمة عظمى. وذلك مصر بالذات كانت تنال الحظ الأوفر من المؤامرات، لأن مصر بلد مش عادية. حصلت ثورة تونس، لكن ما كان أبدا لتونس نفسها أن تترك هذا الأثر لولا أن تاني دولة كانت مصر، لأن مصر حاجة تانية خالص. مصر دي مرآة بتعكس يعني بينعكس ما فيها إلى كل العالم الإسلامي بلا جدال، بلا جدال. يعني الإخوة كانوا بيتكلموا من أمريكا يقولوا إحنا في أمريكا عايشين في مصر 24 ساعة أيام الأحداث الحية في ميدان التحرير. ليه؟ لأن التلفزيونات كلها في أمريكا ليس لها حديث خلال 24 ساعة إلا ما يحدث في مصر. فمصر دولة لها ثقل كبير جدا عالمي، ولذلك كانت تحظى بالقدر الأوفر من المؤامرة والإضعاف والإنهاك. ده احنا القمح، زراعة القمح جريمة. لو القمر الصناعي ضبط مساحة زرعة بالقمح يطلع لصاحب الأرض 100 عفريت، مؤسسة كذا وهيئة كذا ومصلحة مش عارف ايه، عشان الراجل في الآخر يقول أنا بطلت. وأحيانا كانوا ينزعون القمح من الأرض، ليه؟ لأن عشان نفضل مدين إيدينا لأمريكا وتقودنا من عنقنا، والقمح يجي من المينا إلى الأفران مباشرة عشان نستذل، لأن مصر لو رفعت رأسها هتقلب وزير العالم كله. حتى لو سمعنا الآن بعض الفقاعات العلمانية تظهر فوق السطح كالعادة، لن تلبث أن تتلاشى. نحن نتحداهم بصناديق الاختراع لو كان فيه، لو ما فيش تزوير. وأعتقد أن أصدق استفتاء حصل في مصر لأول مرة كان هناك استفتاء يتمتع بالمصداقية الكاملة بنسبة 100%، بدون إشراف دولي وبدون قضاء وبدون كذا وكذا، وهو ما حصل ليلة التنحي. لأول مرة استفتاء خالي من التزوير ليلة التنحي هذا الرجل، والفرحة التي عمت الناس وشعورهم بالانعتاق من هذا الذل وهذا القهر الذي عانينا منه يعني كثيرا. فما في حد عنده عقل، يعني الأمة العربية نفسها ما تتحوحتش، كان كل همه تفريقنا بيننا وبين العرب، الأمة العربية. ثم بعد ذلك الأمة الإسلامية، ما حدش أصلا يفكر في الوحدة الإسلامية دي خالص، مش على بالهم. لماذا؟ لأن هكذا قررت أمريكا وهكذا يريد الغرب، واضح؟ فبالعقل ما تجيش، يعني ما دمنا نستطيع أن نتوحد، لغة واحدة، عقيدة واحدة، تاريخ واحد، امتداد جغرافي متصل، موارد هائلة إذا اجتمعت الأمة وتتكامل وتستغني عن التسول من أعدائها. فإذا توحدت الأمة الإسلامية كل وجه الدنيا سوف يتغير، وذلك سيظلون يحاربوننا ويشغبون علينا ويشنعون على ديننا ودعوتنا، خشية أن نتمسك بالعاصم الحقيقي الذي يحمي هذه الأمة ويقيمها ويعني
يحييها من جديد، وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما قالته مديعوت أحرنوت صحيفة اليهودية المعروفة، يقول كان حسن مبارك كان آخر حائط صد ضد الصحوة الإسلامية، آخر حائط صد ضد الصحوة الإسلامية، فالله المستعان. إذن حينما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خطبنا للناس، إنقاذ للناس، الإسلام تحرير للبشرية كلها، وخير للبشرية كلها، ولا يحمل أي نوع من التمييز بين الناس، الناس كلهم سواء كأسناني يعني المشط. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هي خيرية، ليست خيرية عنصرية، لكن مؤهلات الخيرية عند الله تعالى هي ما ذكروا في هذه الآية الكريمة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك كان بعض المجاهدين الفلسطينيين يواجه كهانة ويقول له نحن شعب الله المختار، نحن المسلمين شعب الله المختار، مش زي ما اليهود بيقولوا إن هم كعنصرية، إن نسل بني إسرائيل مهما فعل فهو مفضل عند الله مطلقا مهما فعلوا، واضح؟ لكن في الحقيقة المسلمون هم شعب الله المختار إلى الأبد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فنحن شعب الله المختار بهذه المؤهلات الخيرية، لأن الغرب وأمريكا عاجزة تماما، الغرب مفلس تماما عن أن يقدم شيئا للبشرية، بيحاولوا يعني يجملوا الوجه القبيح للبراجماتية النفعية بتاعتهم والأنانية وإذلال الشعوب والكبرياء في الأرض بأن بشوية مبادئ حقوق الإنسان، وبعدين يمارسوا المبادئ بطريقة يعني إيه انتقائية، لو الإنسان ده مسلم يعني إيه تركوه يطحن طحنا، لكن لو الإنسان ده يهودي تقوم الدنيا ولا تقعد، لو إنسان فلسطيني يقتل ويحرق ويسجن ويعذب، لكن لو في أي مكان تاني ممكن أن يثور ويتحرك، لكن مع المسلمين كأنهم لا ينتمون إلى بني يعني الإنسان. هو مين اللي كان فرض علينا مبارك المدة دي كلها؟ مين اللي كان فرضه؟ مين اللي كان بيحميه؟ مين اللي كان بيسيبه ومسهل له موضوع التوريث مقابل حد يدفع لنا إيه في المقابل؟ ماذا ستعطينا ونسيب لك ابنك يورث ويغور المصريين دول؟ إيه المشكلة؟ من الذي كان يسانده لآخر لحظة؟ هم بيضحكوا على مين؟ فأمريكا مفلسة تماما، الغرب مفلس تماما، ليس عندهم مبادئ لإنقاذ الإنسانية، المنقذ الوحيد للبشرية وبكل جدارة هو رسالة يعني الإسلام. فالهوية الإسلامية هي انتماء إلى الله عز وجل، انتماء إلى الله، انتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتماء إلى عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين، من كانوا ومتى كانوا وأين كانوا. يقول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عز وجل في دعاء المؤمنين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل على لسان المؤمنين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نحن نرفض أن نفخر بالهوية الفرعونية، تبا للفراعنة وتبا للهوية الفرعونية المشركة الوثنية الكافرة. نحن أعزنا الله بالإسلام فلا نبتغي العزة في غيره أبدا، عزتنا في إسلامنا، في انتمائنا إلى ربنا الذي نصرنا والذي حررنا، لأن يد الله التي عملت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قوم تخللهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه تاهوا به عمن سواه له يا حسن رؤيتهم في حسن ما تاهوا. إذا كان الله هو ربك فلتفخر بهذا الإله،
ولتعتز به وتستمد منه العزة ويعني تشكره سبحانه وتعالى على هذا الانتماء الذي شرفك الله به. فكل مسلم في الصلاة يقول إعلانا لهذا الانتماء والفخر بهذا الانتماء: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بغض النظر عن اللون ولا عن الجنس والعنصر ونحو ذلك. يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فنحن نفخر ونعتز ونضحي بأرواحنا في سبيل هذا الانتماء ونلخصه فيما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. الغريب بقى في قضية الهوية الإسلامية، ما هو حكم الهوية الإسلامية؟ ما حكم الانتماء؟ أسأل هذا السؤال: ما حكم الانتماء إلى الهوية الإسلامية؟ على مين؟ أحسنت. يعني الهوية الانتماء للهوية الإسلامية والفخر بها ليس أمرا اختياريا وليس أمرا مستحبا، ولكنه فرض متعين على كل بني آدم المكلفين. أي بني آدم ينتسب إلى الإنسان فيجب عليه وجوبا عينيا حتما لازما أن ينتمي ويفخر بالانتماء إلى الهوية الإسلامية، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أيها الحاضرون ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن في الأجيال الآتية. روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الإيه؟ الدعوة، مش أمة الإجابة، لأن أمة محمد عليه السلام نوعان: أمة الدعوة وهم كل البشر، اليهود والنصارى والوثنيون كلهم هذه أمة الدعوة، لأنهم كلهم مسؤولون عن الاستجابة لهذه الدعوة، سيحاسبهم الله على ذلك. وأمة الإجابة هم أمة الذين دخلوا في الإسلام واعتنقوا يعني الإسلام. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن وظيفة هذه الأمة هي دعوة جميع البشر إلى الانضواء تحت لواء الهوية الإسلامية. لماذا؟ لأن هذه الهوية لها خصائص، فهي هوية تستوعب كل مظاهر الشخصية وتحدد لصاحبها بكل دقة ووضوح هدفه ووظيفته وغايته في الحياة. انظر إلى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهي منهج شامل للحياة، مش زي هذه الأثيمة التي تقول: وطبعا الإسلام مش هو الحل، قاتلها الله. وهي أيضا هم دول بس إن شاء الله تعالى نرجو من رحمة ربنا كده أن دي بس إيه يعني صحوة الموت من هؤلاء الأفاقين والإعلاميين المجرمين اللي هم لسه فلول النظام الإجرامي، بيحاولوا زي ما قلنا يستغلوا النبل الذي تحاط به الثورات دائما لتمرير السموم حتى في هذه الظروف يتأمرون. زي بس الواحد بيتكلم يقول إيه ده الشعب المصري كله قام في هذه الثورة وكل الناس شاركت فيها، كل المصريين بأطيافهم، المسلم والقبطي والملحد، بيمرر شوف الاستغلال للظروف عشان يقول ان الإلحاد صار شيئا طبيعيا في المصريين، ها ان الإلحاد شيء طبيعي، وفي طائفة بقى من أطياف الأمة هم ملاحدة يعني ينكرون وجود الله تعالى. فيعني هؤلاء فلول النظام السابق يحاولون استثمار الوضع الجديد، لكن نحن نتحدى أن تكون هناك حرية صادقة
وحتى لو كل القوى تأخذ فرصة متكافئة، لكن اتركوا الإسلام أيضا يتحدث بحرية فقط، في هذه الحالة سوف يتبخرون، لن يبقى لهم وجود أمام نور الإسلام ونور يعني الحق. الإسلام لا يمكن أن يهزم في معركة علمية إطلاقا. ممكن المسلمون عسكريا ينهزموا، ممكن تختفي دولتهم الخلافة ما يكونش في دولة، لكن لا يمكن أن منهج الحق يغيب أو يختفي أو يهزم في أي خصومة شريفة، مستحيل. وذلك هو كل سلاحهم إيه؟ التشنيع والبلطجة الفكرية، كل سلاحهم التشنيع. ويمكن كان آخر ختام خاتمة السوء لروز اليوسف وعبد الله كمال المقالة التي كتبها وهم بيسنوا السكين حتى يستثمروا حادثة الكنيسة في الإسكندرية لذبح الدعوة السلفية. وكان واحد من بعض الناس بيقول كلها أسبوعين مش هتشوف واحد سلفي ماشي في الشارع. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يعني إن هم الآن بيخافوا يعني يظهروا للناس، فسبحان مغير الأحوال. فالشاهد يعني إن إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن تزال أو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ففي في مناظرة علمية إذا تمت على يد علماء متحققين من العلم مش ممكن يهزم الإسلام، لم يهزم الإسلام أبدا في أي مواجهة علمية حرة. لكن لأجل هذه الخصيصة كانوا دائما يستعملون البطش والتشويه، وكانوا الإعلام يتكلم باسمنا، يعني عايزين كلمة عن السلفية هم اللي يكلموا عن الإسلام، هم اللي يكلموا يهجموا ويشوهوا ويبغونها عوجا ويصدروا أحكام وينفذوا الأحكام بدون ومش وليس من حق أن تتكلم. الإعلام حكر على هؤلاء المجرمين الذين يعني ما أكثر ما صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى. فلو في حرية فعلا حقيقية هي مسألة وقت، لا تنشغلوا دي الفترة دي بس، لأن هي دي حلاوة الروح في هؤلاء العلمانيين والملاحدة وغيرهم. لكن لو في حرية حقيقية يبقى أكيد الوضع سوف يعني إن شاء الله تعالى يختلف. فمن خصائص هذه الهوية التي يجب على كل رجل من البشر، كل إنسان من البشر يجب عليه حتما وفرضا ووجوبا عينيا سيسأل عنه أمام الله، أن ينتمي وينضوي تحت لواء الهوية الإسلامية، لأنها هوية تستوعب كما قلنا كل مظاهر الشخصية وتحدد الإنسان منهجه في الحياة، وهي أيضا مصدر العزة والكرامة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، القرآن الكريم فيه رفعة شأنكم، فيه عزكم ونصركم، أفلا تعقلون. وقال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فلله العزة لا للفرعون المخلوع ولا لسحرته الذين أقسموا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، العزة لله، ومن أراد العزة فليطلبها في جناب الله وفي هوية الدين الذي أنزله الله. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في قصة معروفة أن القساوسة في بيت المقدس رفضوا أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس القدس إلا للخليفة نفسه، فسافر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ومعه طائفة من أصحابه حتى أصبحوا على مشارف مدينة القدس، والقساوسة واقفون على الأسوار يستشرفون الخليفة القادم. ف يعني مروا على الصحابة رضي الله عنهم، مروا على مخاضة زي بركة ماء أو بحيرة صغيرة، فكان عمر يركب الجمل فنزل من على الجمل وخلع عليه ووضعهما على عاتقه وأخذ بزمام الناقة. أمير المؤمنين بقى يفعل هذا بنفسه، أخذ بزمام الناقة وخاض بها في المخاضة الماء. فقال له أمين الأمة رضي الله تعالى عنه أبو عبيدة بن الجراح، قال له يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ تنزل عن ناقتك وتخلع عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام الناقة وتأخذ في المخاضة؟ ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استقبلوك. لو شافوك كده بالمنظر ده يعني إيه الصورة دي؟ فأجابه أمير المؤمنين في كل ثقة رضي الله عنه، أمير المؤمنين عمر قال أوه، أوه دي اسم فعل معنى أتذجر وأتوجع،
فهي كلمة توجع من الكلام الذي سمعه، كم يوجعني هذا الكلام ويؤلمني. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا لأنه راعى أقدار الناس، أن أبا عبيدة مش عادي، ده أمير الأمة ومن العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، فقال له لو غيرك اللي قالها أنا كنت هجعله يعني عبرة لمن يعتبر، لكن لأنك أبو عبيدة فاحتراما لك لن أحاسبك على هذه الكلمة. معناه أنه أتى بخطأ يعني خطير يعني. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أي العرب، إن كنا أذل قوم، أحقر الأمم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. الأمة الإسلامية تعامل معاملة استثنائية، كل أمة إذا تخلت عن دينها تنهض. اليابان لما تخلت عن ألوهية الإمبراطور وعبادة الإمبراطور ترقت، الغرب لما تمرد على الكنيسة وتحرر منها تقدم في العلوم والأمور المادية ونحو ذلك وقويت الأمم الغربية. لكن المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى هم أساسا يعني في هذه المنطقة فيها نوع من الكسل والخمول والتخلف معروف عن العرب، ولم يرتفعوا إلا بالإسلام. ف يعني مقابل هذه النعمة الله سبحانه وتعالى تكفل بأنهم إذا تخلوا عن الإسلام يعودون لما كانوا عليه في ذيل الأمم ومؤخرتها. فهذه الأمة تعامل معاملة خاصة، لأن الله شرفها بالإسلام، فإذا ابتغت العزة، وهو الذي رفع العرب من الذل إلى العزة والمجد، فإذا تخلوا عن سبب هذه العزة يعاقبهم الله بأن يعود إلى حيث كانوا، إلى ذيل الأمم ومؤخرة الأمم. فهكذا يقول عمر: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة، العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، لأن هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الهوية الإسلامية هوية متميزة عما عداها، يقول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. هذه الآية ليس كما يدعي بعض الناس أن فيها إقرار يعني بالكفر. لكم دينكم ولي دين، لو خدنا السورة من أولها هنفهم الآية: قل يا أيها الكافرون، لأن المشركين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه حلا وسطا، يعني إحنا ليه بنحارب بعض وليه المشاكل بيننا وبينك، عندنا حل وسط، تعبد الإله بتاعنا شهر ونعبد الإله بتاعك الشهر اللي بعده، فكذا إن كان الحق معنا أنت هتصيبه، ولو كان الحق معك سنصيبه نحن معك. فلما وصلوا إلى هذا الحد نزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أي الباطل ولي دين، أو ولي ديني الإسلام، فأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فدي للبراءة من الشرك وليست لإقراره، فانتبهوا لهذا. فهذه الهوية الإسلامية متميزة عما عداها، ويبقى هذا، ولكي يبقى هذا التميز ثابتا في كل حين أوجب الله علينا فريضة على كل مسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل يوم وليلة على الأقل 17 مرة. يجب على كل مسلم أن يدعو الله دعاء معينا 17 مرة في كل يوم وليلة، أن يهدينا الصراط المستقيم المغاير بالضرورة لمنهج الآخرين، صراط الذين أنعمت عليهم أهل الإسلام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وقد عرف اليهود ذلك وشعروا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة، حتى قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه لأجل التميز. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد صح كثير من الأحاديث التي تفصل في هذه المخالفة وتحض عليها في كثير من أبواب الدين. قال الله تعالى على لسان المؤمنين وهم يخاطبون الكافرين: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال سبحانه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.
ماذا عن مسألة مهمة جدا، ما هي علاقة الهوية الإسلامية بالوطنية؟ نقول إن الهوية الإسلامية لا تعارض الشعور الفطري بحب الوطن الذي ينتمي إليه المسلم، لأن حب الوطن والمكان الذي نشأت فيه ليست جريمة، دي فطرة، طبيعي الإنسان يحب المكان الذي ولد فيه. أيضا الانتماء للهوية الإسلامية هو يؤكد الحرص على مصلحة وخير هذا الوطن، بل في الحقيقة المسلمون الصادقون هم أصدق الناس وطنية، ومن شدة إخلاصهم لأوطانهم فإنهم يريدون لذويهم ولبني أوطانهم إيه؟ يريدون لهم سعادتي الدنيا والآخرة بتطبيق الإسلام وتبني عقيدته وإنقاذ مواطنيهم من النار. قال الله تعالى حكاية عن المؤمن: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أيضا من أهداف المسلمين بالنسبة لوطنهم أن يحموا بلادهم من التبعية لأعدائهم الذين لا يألونهم خبالا، وقد تجلى هذا المفهوم واضحا في قصة مؤمن آل فرعون في سورة غافر، ويتجلى في عصرنا في مواقف وجهاد وصمود رموز الدعوة الإسلامية في كافة البلاد الإسلامية. لأنك في الحقيقة إذا تأملت عند الامتحان وعند الشدة لا ينقذ الأمة إلا المسلمون. كل التاريخ، تحرير الجزائر أساسا أنقذها المسلمون السلفيون، الجزائر حررت بالدعوة السلفية على يد الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى. فأساسا الجزائر حررت، الذي حرره هو هذا الإمام السلفي وصحبه الكرام، ثم سرقت منهم الثورة بعد ذلك على يد أحمد بن بلة. يعني إذا تأملنا التاريخ في كل المعارك الحديثة بالذات مع الفترة الاستعمارية لما كانت يعني بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها تحاول أن تقضي على الأمة الإسلامية وعلى الإسلام عن طريق الاستعمار أو الاستخراب، لم يتصدى لهم إلا المسلمون. ساعة الجد ما حدش يعني بيواجه الأعداء غير المسلمين. في ليبيا عمر المختار زعيم إسلامي مش وطني، ليبيا عمر المختار رحمه الله تعالى إمام إسلامي. ولو رجعتم ودرستم الحركة السنوسية الرائعة التي قادها أو أسسها الإمام محمد ابن علي السنوسي رحمه الله تعالى لرأيتم العجب العجاب في تاريخ هذه الحركة الرائعة. واضح؟ ففي كل مكان الأمة تعرضت فيه للمخاطر لم يضح إلا المسلمون، وهم الذين كانوا ينقذون دائما يعني البلاد. حتى تحت القهر لم يعني يضطهد أحد كما اضطهد الدعاء المسلمون. هذا شيء يعني المفروض أن يعطى حقه. أنا أود أن حد يتفرغ ويعمل أو مجموعة تتفرغ وتعمل كتاب مبارك والإسلام، مبارك والإسلام، يجيب لنا كده التاريخ من أوله ويشوف مواقف هذا الرجل إيه من الإسلام والقهر الذي كان يتعرض له الدعاء. مبارك والإسلام لماذا؟ لأن كل الأحزاب الكرتونية وكل الفقاعات الهواء من السياسيين والليبراليين هم صوتهم عالي لأن لسه متمشبثين بالأبواق العالية التي إيه؟ كان النظام السابق يمكنهم منها ويحرم في نفس الوقت الدعاء الإسلاميين. لكن عند المواجهة ستبين الحقيقة. فيعني لم يضطهد أحد كما اضطهد المسلمين في كل البلاد العربية. ولو نتذكر أن كل مدة كان يجدد فيها قانون الطوارئ كان أول تصريح من وزير الداخلية إيه؟ أول تصريح أن قانون الطوارئ اطمئنوا، قانون الطوارئ لن يطبق إلا على الإرهابيين. وطبعا الناس اتعودت أن الإرهابيين هم أهل الإسلام والدعاء. لن اطمئنوا، لن يطبق إلا على الإرهابيين. في آخر سنتين زودوا كلمة إيه؟ والمخدرات بس، يعني أصحاب المهربين المخدرات والإرهابيين هي دي الفئة. وكان في كل مؤتمر وفي كل فئة مسوغات التثبيت والالتصاق بالكرسي، إن أمريكا تسيبه على الكرسي، أن يعلم في كل وقت أنه أنجز كذا وكذا في محاربة الإسلام ويضيق على المسلمين في كذا وكذا، والأشياء التي يعني كلكم تعرفونها وأكيد هتحكوها بعد كذا للأجيال اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. المفهوم كلمة الوطن في الإسلام أو في الهوية الإسلامية، الوطن الحقيقي
الوطن الحقيقي عندنا لا يوجد هنا على سطح هذه الأرض. الوطن الحقيقي الذي ننتمي إليه وكل غايتنا أن نعود إليه هو الجنة، حيث كان أبونا آدم عليه السلام في الابتداء، ونحن في الدنيا منفيون عن هذا الوطن، ساعون في العودة إليه. والمنهج الإسلامي هو خريطة الطريق التي ترسم لنا طريق العودة إلى الوطن الأم، كما أعرب عن ذلك الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى حين قال: فحي، يعني تعالى هلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فالجنة هي دار السعادة التي لا يبغون عنها حولا، لا كما قال من سفه نفسه: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعذل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فتأمل الكافر كيف يتنعم في الدنيا، يعني لو الدنيا كلها تساوي جناح بعوضة لكان الله سبحانه وتعالى حرم الكافر من إيه؟ ما كانش سقى شربة ماء. فإذا لما نعمل نسبة مش بقى شربة ماء، شوف الكافر بيتنعم بإيه وإيه وإيه في الدنيا، وكل ما النعيم بتاعه يزيد كلما كانت الدنيا إيه؟ أحقر وأحقر. فكم تساوي نسبة الوطن من جناح البعوضة؟ فالتصاقنا بالأرض ليس بالوطن ليس التصاقا وثنيا، دي فكرة الوطنية الوثنية الجديدة دي تم استيرادها من فرنسا لما رفاعة الطهطاوي راح وتلوث بالأفكار الفرنسية ورجع إلى مصر وبدأ ينشر فكرة الوطنية بالمفهوم الضيق الالتصاق بالتراب. فقبل ذلك المسلمون ما عرفوا مين اللي قتل كليبر، سليمان الحلبي، سوري، شاب سوري هو الذي انتقم لإخوانه المسلمين في مصر، ما كانش في فرق إطلاقا بين مسلم ومسلم يعني آخر. ففي الوطن الحقيقي بالنسبة للمسلمين هو الجنة، وهم الآن في حالة نفي، منفيين بعيدا عن هذا الوطن في الدنيا، فإقامته هنا مؤقتة. فمن السفة إن إحنا نقعد بقى نقدس تراب ونتكلم على هذا التراب بطريقة فيها تقديس، دي فكرة غير استديم من السموم التي زرعوها فينا، من السموم التي دخلت في عقول الناس وتمكنت منها تمام. ليه؟ عشان كل شعب يعبد صنم كبير اسمه تراب الوطن، صنم كبير، وينسى إخوان المسلمين في الأماكن الأخرى ويحصل تفتيت للمسلمين. حتى البلد الواحدة عايزين يقسموها كمان لإيه؟ يعني أقسام أصغر وأصغر كما حصل في العراق وكما يريدون بنا هنا في مصر وفي اليمن وغيرها، والسودان طبعا. فيعني صحيح نحن نحب أوطاننا فطرة، ندافع عنها، نريد الخير لها، لكن التصاقنا بالتراب ليس بالصورة الوثنية أن يصبح الوطن وثنا يعبد، لا، احنا وطننا هو اي مكان يرفع فيه لواء الاسلام ويرفع فيه الاذان ويشهد الناس فيه ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، هم اوطن. فهويتنا، عقيدتنا، جنسيتنا اننا مسلمون. فهذا فيما يتعلق بالوطن الحقيقي اللي هو في الجنة. اما في الدنيا فاحب الاوطان الى المؤمن مكة المكرمة والمدينة النبوية الشريفة وبيت المقدس. كل مسلم في قلبه لو إن وطنه اتعرض لعدوان وفي نفس الوقت تعرضت مكة لعدوان لابد أن يقدم الدفاع عن مكة أو المدينة أو بيت المقدس عند التعارض. لماذا؟ أن هذه أحب الأوطان إلينا، كل قلوب المؤمنين معلقة بهذه الأرجاء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته مكة المكرمة مبنية على أنها أحب بلاد الله إلى الله، بيستعمل الحديث أحيانا على الدلالة على حب الأوطان بالمعنى الوثني التراب. لا، هو بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا مكة أحب البلاد إليه، لماذا؟ لأنها أحب البلاد إلى الله، اختارها الله واصطفاها وعظمها وشرفها. فمحبتنا لهذه البقاع التي اختارها الله وباركها وأحبها فوق محبتنا لمسقط الرأس ومحضن الطفولة ومرتع الشباب. أما ما عدا هذه البلاد المقدسة
فإن الإسلام هو وطننا وأهلنا وعشيرتنا، وحيث تكون شريعة الإسلام حاكمة وكلمة الله ظاهرة، فثم وطننا الحبيب الذي نفديه بالنفس والنفيس ونذود عنه بالدم والولد والمال. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. شؤم الثورة المتعوسة أنها فتتتنا وضيعت فرصا عظيمة جدا بسبب الانحراف عن الإسلام. هل تعرفون أن مصر قبل الثورة مثل السودان عبارة عن دولة واحدة اسمها مصر والسودان، وكان ملك مصر دائما يسمى ملك مصر والسودان. صحيح كانت بدأت بعض دعوات قومية أو انفصالية، ولكن تجدد الأمل من جديد في أن احنا نستمر على هذه الوحدة مع السودان حينما تولى الرئاسة محمد نجيب، لأن محمد نجيب كان نصفه سودانيا ونصفه مصريا. أعتقد أبوه كان مصريا وأمه سودانية، أو العكس مش متأكد، لكن هو نصفه مصري ونصفه. فطبعا كان فرصة الناس تجتمع على محمد نجيب. وبعدين السودان أصلا مصر هي التي مدت حدودها إلى خط الاستواء أيام الخديوي إسماعيل. كان يعني إيه توسيع الدولة السودان، كانت ممالك متفرقة، المصريين هم الذين وسعوا حدود السودان حتى وصل خط الاستواء. حصلت عملية البتر من أسبوعين تقريبا من السودان، وطبعا حادثة الكنيسة خلتنا ننسى، الناس انشغلت تماما، ما حدش شعر بالمصيبة الكبيرة التي يعني حاقت بالأمة حينما انفصل جنوب يعني السودان بسبب هذه الظروف. فضاعت السودان أولا، وحصل انفصال بيننا وبين مصر، وثم ضاع نصف السودان الجنوبي بسبب هذه الأوضاع. سوريا حتى لما حصلت الوحدة مع سوريا برضو ضيعوا سوريا بسبب الأنانية والجشع والظلم الذي يعني ارتكبوه. أما الأخ العقيد فربنا سهل، اللي هو بيقول عايز يوحد دلوقتي، عايز يعمل الولايات المتحدة الأفريقية، ملك ملوك أفريقيا، يا رب سهل يا رب، ويحفظ الله إخواننا المسلمين في ليبيا من شر هذا الشرير السفاح. أما الوطنية بمعناها المحصور في قطعة أرض رسم حدودها أعداؤنا. ده حتى رمضان كانوا بينكدوا علينا بسبب حكاية الرؤية والانقسام في الرؤية. يعني هم بيقولوا فصل الدين عن السياسة، طب افصلوا الدين عن السياسة، ما تتدخلوش في العبادة بتاعتنا كمان، ما تتدخلوش في الصيام لأغراض سياسية عشان مين العزعيم ومين يتبع التاني، إحنا ولا السعودية ولا كذا. هذه الحساسيات كان يحصل تلاعب أيضا في موضوع الرؤية للأسف الشديد، والطنطاوي كان من أسوأ الحاجات أنه كرس لمبدأ الإيه الرؤية الفلكية، وإحنا شرحناها بكده بالتفصيل. الزقزوق منه لله، مش هو ده اللي كان عايز يعمل الأذان الموحد؟ عمل إن شاء الله ربنا يحبطه كده. فمالكم العبادة بتاعتنا، سيبونا نتعبد عبادتنا، ما تدخلوش السياسة فيها. ليه توحد الأذان؟ يقولك عشان في ناس صوتها كذا وكذا. طب ما تعمل اختبار وينتقى أحسن الناس صوتا، خلاص انتهت الأصوات الندية، اختبر المؤذن ولا تعين إلا من كان ندي الصوت ويحسن. دي المخرج، مش تضحك علينا وتقول عشان كذا وكذا. ليه؟ عشان يحصل تحكم مركزي في يوم من الأيام، ممكن بعد كذا بقى يتصرفوا في موضوع الأذان ده اللي بيزعجهم. فما بلاش السياسة تدخل في الدين، سيبونا في حالنا. طبعا السياسة بمعنى بتاعهم، مش معناه ان الإسلام ليس فيه سياسة. فالوطنية بمعناها المحصور في قطعة أرض رسم حدودها سايكس بيكو وأعداؤنا. قطعة أرض منحصرة في أرض أو عرق أو لون أو جنس، فهذا مفهوم دخيل لم يعرفه السلف ولا الخلف، وإنما طرأ علينا ضمن ركام المفاهيم المخربة التي زرعها الغربيون وأذنابهم لمزاحمة الانتماء الإسلامي وتوهين الهوية المسلمة التي ذوبت قوميات الأمم التي فتحتها في قومية واحدة هي القومية الإسلامية، ودمجتها في أمة التوحيد،
وهك شهادة شاهد من أهلها هو المؤرخ اليهودي بيرنارد لويس، بيقول إيه؟ انتبهوا جيدا عشان تعرفوا أن يعني هم كادوا أن يفقدون الثقة في أنفسنا. التخويف من الانتماء الإسلامي، ثم التآمر على الانتماء العربي، ثم إحياء الانتماء الفرعوني، لدرجة إن 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 هو 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 يعني هذا الشخص كان يكره، كان يحتقر شعبه. كلمة الاختصار، علاقة بينه وبين شعبه الاحتقار، احتقار عقيدتنا، احتقار ديننا، على يبالي بمشاعره. يمكن السادات كان أرحم، السادات كان يغازل عواطف الشعب المصري باسم الله إن شاء الله، وقال لك الرئيس المؤمن، ويقول آيات من القرآن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إلى آخره. يعني كان فاهم الشعب اللي هو بيقهره، برضه بيغازل للشعب يعني شوية. ها، لكن ده ما فيش خالص. دي ملكة بريطانيا من شهر لما راحت الإمارات، دخلت مسجد الشيخ زايد، ها، ولبست حجابا كاملا، لبست حجاب كامل احتراما للمسجد ولمشاعر المسلمين. طب يعني جميلونا، راعوا مشاعرنا كمسلمين. لا، ده كله براءة، كله ضد الإسلام في كل شيء. فأوباما يعني لما اختار مصر بالذات عشان يجي يعمل صلح مع العالم الإسلامي من جرائم سلفه بوش، وفهم طبعا نفسية المصريين جدا. أنا كنت متوقع أنه هو هيقول لهم السلام عليكم، واللي حصل بقى الصفير، ويعني إيه ده، ده هو أصلا كافر لما يطلق السلام، أنت بتقوله عليكم بس يعني مش، لكن يعني الناس شعرها بقهر، شعرنا هو ده اللي مقدرنا، يعني جاي يصالح العالم الإسلامي كله من خلال مصر باعتبارها أقوى دولة إسلامية. يعني هذا الشخص اللي هو رئيس أمريكا جاي احترامنا ويعبر عن احترامه واعتذاره لجرائم سلفه، اختار مصر والقاهرة، ملهاش دلالة دي. يعني الرجل الغريب واللي هو في الصف المعادي رئيس أمريكا، وعارف قدرنا، وانت بتحسسنا بالضآلة والدونية والقهر والذل والهوان في كل لحظة بإعلامك ومناهج التعليم وغير ذلك. فإحنا في الحقيقة إحنا أمة عظيمة جدا. يعني أنت لو تروح موسم الحج مثلا كمؤتمر مصغر لكل المسلمين، فعلا تشعر بالفخر أنك مسلم، أعظم الفخر الانتماء لأمة الإسلام. لما كنت أذهب ساعات برا في الغرب كنت أحس بانكسار شديد جدا. يعني تمشي في بريطانيا مثلا، الولد الإنجليزي ماشي بمنتهى الشموخ، الثقة في النفس، رفع راسه، بيتصرف، دي بلده يعني هو بيملكها. ها، واحنا كنا في بلدنا، يعني انا اذكر موقف مره كنت جاي في من حج البري في العباره، فالراجل قال ايه في الميكروفون حاجه تكسف جدا، فقال الاجانب غير المصريين يكتفى برب الاسره فقط، يجيب الجوازات ويجي، أما المصريون فيجب إحضار جميع أفراد الأسرة. وطبعا جميع أفراد الأسرة عشان نشوف بقى لو واحدة منقبة ينكد عليها وتحصل مشاكل معروفة، أو واحد ملتحي عشان يعتقلوه هو نازل أو يعملوا فيه إيه، يحبسوه. تمييز بكل المقاييس، تمييز حتى حقوق الإنسان العادي ما كنا يعني نستمتع به. ففعلا إحنا يعني يجب أن نفخر ليس فقط بشبابنا طبعا اللي رفعوا رأسنا جدا وأعادوا لنا هذه الكرامة المهدرة، ولكن لأننا مسلمون. إحنا من غير إسلام صفر، كلنا أصفار، من غير الإسلام ما لنا قيمة ولا وزن. واللي بيتخلوا عن انتباهه الإسلامي عشان يعني لعل الغرب يرضى عنهم، لا، الاثنين هيحتقروكم، المسلمين سيحتقرونكم والكفار سيحتقرونكم أيضا، بقى بالسخطتين، فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه العداء. نعم. فتأملوا كلمة المؤرخ اليهودي بيرنارد لويس بيقول إيه، انتبهوا جيدا، كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية. وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى، ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية آلهة الجاهليين، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام. يهودي بيقول كذا،
حرب بيننا وبينهم دلوقتي ها مش ضد الأصنام الجاهلية شلات والعزة وهبل وكذا، لكن ضد مجموعة جديدة من الأصنام اسمها الدولة والعنصر والقومية. وفي هذه المرة في المعركة الحالية وفي هذه المرة يظهر أن النصر حتى الآن هو حليف الأصنام، فإدخال هرطقة القومية العالمانية أو عبادة الذات الجماعية، مصر فوق الجميع، إيه هتلر مصر فوق الجميع، هنرجع تاني للعنصرية. المهم أو عبادة الذات الجماعية، بيقول إدخال هرطقة القومية العالمانية أو عبادة الذات الجماعية كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط، ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرا وإعلانا. يستمر برنارد لويس مؤرخ يهودي معروف يقول، وهو يوضح حقيقة في غاية النصاع والوضوح، يقول فالليبرالية والفاشية والوطنية والقومية والشيوعية والاشتراكية كلها أوروبية الأصل، مهما أقلمها وعدلها أتباعها في الشرق الأوسط، والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة وتعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية المسحوقة. وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية قد هزمت حتى الآن، غير أنها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة. فالغرب يكيلنا بمكيال واحد وليس بمكيالين، والمكيال الواحد هو مكيال التعصب الأعمى والحقد الأسود والظلم الصارخ للمسلمين. فبينما يقوم بإلغاء الحدود بين بلاده ويوحد عملته ويوطد وحدته، إذا به يمزقنا إربا إربا. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل الأسبوع القادم موضوع الهوية الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.